أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي أعاننا ويسر لنا ورزقنا الحياة حتى نحيا إلى أن ندرك أول ليلة من هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل في أول ليلة من لياليه أن يجعلنا وإياكم وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. الحمد لله الذي يسر لنا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الحمد والمنة والفضل والشكر. أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم في هذا الشهر المبارك على الصيام والقيام والطاعة والعبادة وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار إنه ولي ذلك ومولاه. فقط في عجالة ولن نطيل عليكم ولن يكون هذا ديدا إن لن تكون هذه سنة. ليس هناك درس إن شاء الله بين العشاء والتراويح إنما سنتبع التراويح بالعشاء مباشرة إن شاء الله. العشاء والتراويح إن شاء الله لكن فقط في أول ليلة أردنا أن نذكر إخواننا وأخواتنا ببرنامج هذا الشهر المبارك إن شاء الله رب العالمين في المسجد وببعض المسائل المهمة ونحن في بداية الشهر حتى يتسنى لنا ولكم أن نعبد الله عز وجل في راحة بال وطمأنينة نفس. برنامج شهر رمضان في هذه السنة ليس من إعداد إمام المسجد وحده ولا برنامج مقترح من إدارة المسجد وحسب وإنما اجتهدنا أن نتشارك فيه جميعا وقد طرحنا اقتراح قبل رمضان بفترة طويلة منذ أكثر من 20 يوما طرحنا اقتراح على إخواننا الذين يترددون عن المسجد من الجالية أن يشاركون في وضع البرنامج. من كان عنده نشاط ما أو برنامج ما أو موضوع ما يتمنى أن يطرح في شهر رمضان أو أن يناقش كان هذا الباب مفتوح وبحول الله عز وجل شاركنا كثير من إخواننا في اقتراحات جيدة وأدرجنا بعض هذه الاقتراحات مما وجدناها مناسبة في برنامج هذا الشهر إن شاء الله رب العالمين. برنامج شهر رمضان يبدأ من فجر أول يوم فلنا إن شاء الله سلسلة مع فجر كل يوم بعنوان أولئك آبائي. هذه السلسلة سنتعرض فيها في كل صباح إلى أحد آبائنا الأكارم السابقين السلف الذين ملأوا الدنيا نورا وعلما وهدى ورحمة من الصحابة ومن بعدهم. نأخذ شخصية من الشخصيات نتحدث عنها نتعرف عليها نذكر بعض فضائلها بعض مناقبها ثم نأخذ بعض الدروس التي نستفيدها من هذه الشخصية ونتعلمها فلنا فيهم القدوة الحسنة والأسرة الطيبة. في صلاة الظهر ما على يوم الجمعة هناك برنامج اسمه شرح الوجيز في شرح الحديث الصحيح. سنأخذ حديثا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنقرأ الحديث
وسنقف على مكانته ثم راوي الحديث، المفردات الغريبة في الحديث، ثم الشرح العام، ثم نذكر بعض المستفاد ما يستفاد من هذا الحديث. درس الفجر لا يتعدى 15 دقيقة إن شاء الله، بل أقل، إننا نعلم أننا في وقت متأخر وقرب العشاء من الفجر يجهد كثير من الناس، ولكن احتسبوا هذا الوقت والأجر عند الله عز وجل إن شاء الله. بالنسبة لدرس صلاة الظهر هذا ما يزيد عن 7 دقائق، ثم عندنا درس في صلاة العصر إن شاء الله في أيام السبت والأحد. السبت والأحد الأول سنقوم بشرح كتاب الصيام على يومين في أيام السبت وأيام الأحد، في يومي السبت والأحد، ما عدا ذلك في الأسابيع التالية في السبت والأحد سيكون هناك استضافة لأحد المشايخ أو أحد الإخوة أصحاب الأعمال أو الدكاترة أو المحامين في موضوع من الموضوعات يعلن عنه قبله في كل أسبوع إن شاء الله. بعد صلاة العصر من الاثنين حتى الخميس هناك درس نقوم فيه بشرح مختصر عقيدة أهل السنة التي لا بد أن نعتقدها حتى تسلم لنا ديننا وتسلم لنا عبادتنا ونعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة سليمة نقية من الشرك وغيره. هذا إن شاء الله درس مدته 20 دقيقة وقد تصل إلى نصف ساعة أو أقل. بعد درس العقيدة سيكون هناك المقرأة اليومية، المقرأة القرآنية، والناس في المقرأة هذه يقسمون أقسام. بعض إخواننا يحفظ طوال السنة مثلا، ربما يحفظ جزء أو جزئين أو 3 أو 4 أو 5، نقول له عندك فرصة أن تراجع هذه الأجزاء إن شاء الله في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بعد درس العقيدة، نستمع إليك ثم نجعل لك برنامج تستطيع أن تعرض فيه ما حفظت إن كان 5 أو 10 أجزاء أو ما إلى ذلك. وهناك شق آخر في المقرأة ألا وهو تصحيح التلاوة والاستماع إلى الإخوة وتصحيح التلاوة لهم، وهذا نهدف من ورائه إلى جمع الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل صلاة المغرب هناك سلسلة للشيخ محمد حسين يعقوب، هذه السلسلة في الرقائق وهي بعنوان أدوية، يتحدث في كل يوم في 20 دقيقة 30 دقيقة أقل من ذلك عن دواء من الأدوية الناجعة التي يحتاج إليها الإنسان لمعالجة قلبه أو نفسه أو بدنه. هذه ستكون المادة في كل يوم، هذه السلسلة في كل يوم إن شاء الله طوال الشهر قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، وستكون في القاعات السفلى قبل الإفطار على شاشة العرض في القاعة السفلى للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، مادة مسجلة مادة فيديو. ثم بعد ذلك هناك برنامج الإفطار، يعني كما قال الإخوة الإفطار مفتوح لكل من أراد أن يحضر، وهو أغلب يعني خص أكثر إخواننا ممن يعني هم شباب وليس عندهم عائلات، لكن لا حرج أن يأتي بعض الإخوة بعائلاتهم، فهذا ليس بممنوع، هذا الأمر ليس بممنوع. قبل صلاة العشاء إن شاء الله من الاثنين حتى الجمعة هناك برنامج اسمه قطوف من حدائق السيرة، قطوف من حدائق السيرة، نأخذ خاصة غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة قبل صلاة العشاء ب10 دقائق ما عدا الجمعة والسبت، نأخذ درسا نتعرف على غزوة من غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقف على أسبابها، على ما صار فيها، على بعض المواقف المهمة منها، ثم نقف على نتائج الغزوة ودروس مستفادة منها مع أخونا الشيخ فضل وأخونا نور الدين إن شاء الله. ومن أراد من الإخوة وجد في نفسه المقدرة على أن يشارك في هذا النشاط فله ذلك والباب مفتوح. بين التراويح
هناك تعودنا في السنوات الماضية أن نقوم بسؤال والإجابة عليه وإعطاء هدية. نضيف إليه في هذا العام إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين على الأكثر نتعرض فيهما إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المنسية. هناك سنن نساها الناس حتى سار العامل بها عامل البدع في نظر كثير من الناس. إذا فعلت السنة قالوا فعلت البدعة، لأن الناس أصبحوا ما يعرفون هذه السنة أو ربما غابت عن كثير من الناس. نذكر بهذه السنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في برنامج في أيام الجمعة والسبت بعد المغرب. هذا البرنامج إن شاء الله يقوم في طفل يعرض شيئا من القرآن أو منظومة من المنظومات أو أحد إخواننا يتحدث إلينا إن شاء الله. هناك الإفطار للعائلات في كل يوم سبت من كل أسبوع، إفطار للعائلات. هذا الهدف منه أن نتقارب، أن نتعارف، أن يأتي كل منا بعائلته، ربما صنع طعاما في بيته عشاء أو شيء فيأتي به فيتعارف الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك برنامج موجه لغير المسلمين يقوم عليه بعض الإخوة في كل يوم أحد، في الأحد جمعة، برنامج للإخوة غير المسلمين، للإخوة المسلمين يأتوا بغير المسلمين. يعني الهدف من هذا البرنامج أن تقوم بتسجيل اسمك إن كان لديك بعض الأصدقاء في عملك مثلا من غير المسلمين، تستطيع أن تستضيفهم ليحضروا ويفطروا، ثم يقوم أحد إخواننا المباركين إن شاء الله بالحديث إليهم وسكنهم معهم، وإن شاء الله البرنامج في سؤال تنسوا أنفسهم. يعني هذه القيم أعلى شيء مطلوب من الوصف يصل إلى أعلى من هذا. صلاة العشاء غالبا ما نبدأ صلاة العشاء مع 11، فالوقت متأخر. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في قيام الليل، كان يطيل الصلاة في قيام الليل. ولكن حتى لا يحرم الناس من السنة ونظرا لحرص كثير من إخواننا على صلاة التراويح، سنقتصر في القراءة على جزء يسير. الهدف منه أن نقيم هذه النافلة إن شاء الله مراعاة لحال إخواننا. نجتهد إن شاء الله أن ننتهي من التراويح مع الساعة 12 إلا ربع، والثانية عشرة إلا 20 دقيقة، 40 دقيقة لصلاة التراويح تكفينا إن شاء الله رب العالمين. فالهدف منا أن يحرص الناس وأن يؤدوا هذه السنة إن شاء الله. في برنامج خاص بالآباء الأبناء، وأرجو من إخواننا أن يلتزموا معنا بهذا البرنامج، لأنه في كل رمضان تكثر الأسئلة ويكثر الكلام، بل ربما يكثر اللغط والغلط من بعض الإخوة فيما يتعلق بالأولاد في المسجد. ما نستطيع أن نصلي، ما نعرف نصلي، كل واحد عنده ابن يبقى في بيته، أحياناً يبقى بعض الإخوة في الخلف منظم الأولاد حتى يستقيم. وتيسيراً على الآباء وحرصاً على أن يكون الآباء والأمهات والأولاد في المسجد، هناك برنامج معد لاحتواء الأبناء في داخل المسجد. ما دون سن 7 لا يحق له أن يكون وسط الرجال ولا وسط الأخوات. اللي عنده ابن أقل من 7 سنوات لا يجوز أن يكون ابنه بجواره، يقولش ابن هذا عاقل ولا غير عاقل. ابنك أقل من 7 سنين هناك حضانة في الأسفل تقوم عليها إحدى الأخوات، وهذه مجانية ما ندفع فيها شيء. هذه المسألة مجانية، خدمة يقدمها المسجد حتى نستطيع أن نقوم بالصلوات. معنى أن نقول لنا خدمة مجانية يعني إلزامية على كل أب أن ينزل بابنه ما دون 7 إلى الأسفل. طيب ما فوق 7؟ ما فوق 7 حتى 12 مثلا، أو حتى 10، أو حتى 9. ما دام في 9 يعقل ويصلي بجوار أبيه ولا يشغب فهذا لا حرج، لكن حتى هذا السن إن شاء الله يصلي مع والديه 4 ركعات. وإذا كان يصلي يريد أن يصلي معه أكثر من 4 ركعات يعني يتم الصلاة معه فهذه له. ولكن شريطة ألا يشغب على الناس، شريطة ألا يحصل منه ربط أثناء الصلاة.
طيب بعد الأربع ركعات لهم برنامج إن شاء الله مع الأخ محمد علي في الطابق العلوي، يقوم معهم ببرنامج تثقيفي تعليمي ترفيهي تربوي حتى ننتهي من صلاتنا. فنستطيع بعد الانتهاء من الصلاة استطيع كل أب منا أن يبرز هذا في ابنه، فما فوق السابعة صلي معي أربع ركعات إن شاء الله. بعد أربع ركعات عندك نشاط فوق ستلعب وسمسابقة وهناك هدايا وهناك كل شيء، فإن لم تصلي جيدا فلن تصعد مثلا هذا من داخل هذه الأشياء حتى يبقى الأبناء في الطابق العلوي مع محمد علي، يعني يروضهم ويدربهم ويثقفهم ويعلمهم ويرفه عنهم كذلك، فنربط بين هذا وهذا إن شاء الله رب العالمين. كان هناك اقتراح وعملنا واجتهدنا عليه يعني حرصا على أخواتنا. في السنوات الماضية كثرت الشكوى من الأخوات أن المسجد فوق ضيق وحار جدا ولا نستطيع أن نصلي ولا نتمكن فيه من الصلاة، فتم اقتراح أن يكون الأخوات في الطابق السفلي، أن يعطى لهم الطابق السفلي كاملا تكون فيه الحضانة ويكون فيه الصلاة وعندهم المبرد ومكان واسع فسيح والحمد لله. طيب الأخوات السنة هذه اقترحوا قبل رمضان بأيام، يعني من كم يوم اقترحوا أنهم يسدوه القاعات اللي فوق يدهنوها ويغيروا الفرش. طيب الوقت ضيق حتى وإن سبغت وغير الفرش هل فوق يناسب أم لا يناسب؟ ما عملنا على الحرص عليهن، كما إن الإخوة يصلوا في مكان واسع ما شاء الله فسيح كذلك الأخوات يصلوا في هذا المكان، وأن يعطى الطابق العلوي كاملا بقاعاته الأربع مع القاعة الكبيرة هذا لإخواننا، يعني إذا ضاق المسجد عما فيه نستطيع أن نستخدم الطابق العلوي كل المناطق السفلي هذا قريب للأخوات والقاعة كبيرة. بعض الأخوات قال إحنا دفعنا فلوس وجمعنا أموال حتى ندهن ونجيب الفرش وبعدين تنزلونا تحت، والله هذه لكم أنتن عندكن تجربة اليوم تصلين في الطابق السفلي في السعة والبرودة وهذه الراحة، إن لم تردنا فلا حرج نعيدكن إن شاء الله نعيدكن ونعيدكن إلى طابقكن الأعلى حيث الضيق والحرارة، ولكن نتمنى أن لا نجد مستقبلا شابا. هذا وقد أبلغنا إلى الله عز وجل معذرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شاء الله إلى صلاة التراويح.